محاولة لاغتيال الرئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. العربية اللي تفجرت ذاك الموكب بتاعه كان. الكلام ده في حوالي الساعة 9:05 تقريبا. هذا الكيزان ده. كوبر حي الواحة. دي العربية اللي تفجرت. هاتنا دي دانا والقنبلة. دي البيت كلها بزادة تكسر. حمدوك يا عربية حمدوك انفجرت ما يكون مات. عربية حمدوك يا عربية حمدوك يا عربية حمدوك.